أهلا بكم من جديد. أعلنت طيران الخليج عن إضافتها 38 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة لتسهيل حركة الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج بدءا من 28 من يوليو الجاري، حيث ستسير الرحلات الإضافية لتوفير قدرة استيعابية أكبر لركاب الناقلة الوطنية. وقال نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي أنهم يقومون بزيادة عدد الرحلات سنويا من وإلى جدة والمدينة المنورة لتلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من الحجاج المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام تداولاته بتقدم بنسبة 0.55% بإقفال عند مستوى 1536 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية وأيضا الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 2,543,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 543,000 دينار تم تنفيذها من خلال 71 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات بقية البورصات الخليجية فقد ارتفعت وشهدت تزايد مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وترقب للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري للشركات المدرجة في البورصات الخليجية. نبدأ القراءة مع السوق التي أقفلت في المنطقة الحمراء وحيدة، السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 1.47% بإقفال عند مستوى 8729 نقطة، وذلك بتأثير من هبوط القطاعات الرئيسية وهي البنوك والاتصالات والمواد الأساسية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت صعدت بنسبة 13 النقطة المئوية وأقفلت عند مستوى 6766 نقطة، حيث شهدت المؤشرات ارتفاعا بشكل جماعي لرابع جلسة على التوالي. سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بارتفاع بنسبة 0.27% وأقفلت التداولات عند مستوى 5362 نقطة بدعم عودة القوى الشرائية وسيطرتها على تداولات الأسهم القيادية. سوق دبي المالية أقفلت بارتفاع بنسبة 1.21% بإقفال عند مستوى 2880 نقطة وسط عمليات شراء قوية ركزت على أسهم البنوك وأيضا العقار. أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت بارتفاع بنسبة 0.14% بإقفال عند مستوى 3751 نقطة مع تقدم غالبية مؤشرات البورصة العمانية. أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار عن إنشاء إحدى الشركات السعودية مجمعا صناعيا متخصصا لصناعة الألمنيوم على مساحة 6 ملايين متر في مصر بالتعاون مع إحدى كبريات المجموعات الصناعية الصينية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر. وأضاف نصار أن إقامة هذا المشروع الاستراتيجي سيتم إنشاؤه على 4 مراحل، ويمثل إضافة صناعية كبيرة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط، إذ تصل الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط حالياً إلى حوالي 1.2 مليون طن، بينما يبلغ حجم الطلب حوالي 10 ملايين طن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل.
الصين تعتزم قريبا إطلاق قطار سريع تصل سرعته إلى 800 كيلومتر في الساعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على اتفاق تجارة مهم للغاية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون. وأكد ترامب أن الدولتين كانتا تتعرضان لعرقلة في مجال التجارة بسبب علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة بريس أسوشيشن عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الزعيمين أعربا عن التزامهما بإبرام اتفاق تجارة حرة طموح وبدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. كشف مسح حديث عن تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وذلك للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يوليو، وهي أطول وتيرة منذ 2011. وأظهرت بيانات المسح الصادر عن اتحاد الصناعة البريطاني أن مؤشر مبيعات التجزئة سجل 16% في شهر يوليو الجاري مقابل مستوى 42% في الشهر الماضي. ويتوقع نحو 27% من الشركات التي شملها المسح زيادة معدلات البيع في الشهر المقبل. هذا وزادت المبيعات عبر الإنترنت بنحو 39% في الشهر الماضي، ولكنها لا تزال أدنى من المتوسط عند 46%. تراجعت عائدات صناعة الاتصالات في الصين بشكل طفيف خلال النصف الأول من العام الجاري 2019. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن العائدات انخفضت بواقع 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 98 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام. وبلغ إجمالي عائدات الهواتف الثابتة للمشغلين الثلاثة الرئيسيين تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم 212.5 مليار يوان بزيادة 9.8% على أساس سنوي، وبما يمثل نحو 31% من عائدات الاتصالات في البلاد. نتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تعتزم الصين قريبا إطلاق قطار سريع للغاية تصل سرعته إلى 800 كيلومتر في الساعة، وسيعمل على أساس تقنية الرفع المغناطيسي. وسيطلق القطار بين مدينتي تشينغدو وتشونغ تشين في مقاطعة سيتشوان التي تعد ثالث أكبر مقاطعة صينية وتقع في جنوب غربي البلاد. ووفقا لوسائل إعلام صينية ستتراوح سرعة القطار بين 600 و800 كيلومتر في الساعة، وسيقلص زمن السفر بين المدينتين من ساعة إلى 30 دقيقة. ويشار إلى أن هذا القطار ليس الأول من نوعه في الصين، حيث أطلق قطار مشابه بين مطار شنغهاي بودينغ الدولي والمدينة.